<applause> انطلاقا من شعور كامل بالمسؤوليه تجاه المنطقه التي ننتمي اليها فان مصر وقبرص واليونان تلتزم ببذل كافه الجهود الممكنه لمحاوله اعاده الامن والاستقرار لمنطقه شرق المتوسط والتصدي بكل حزم للمشكلات التي تعاني منها تلك المنطقه. <applause> انا لقد ناقشنا قضيه الهجره غير الشرعيه ولقد اتفقنا على التعامل مع الوضع ليس فقط بين بلداننا ولكن ايضا مع الاتحاد الاوروبي